الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع في حقل الاقتصاد الكلي ماكرو إيكونومكس تحت عنوان الفرع النظري العام لجون كينز، كينزيان جنرال ثيوري. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. النظرية العام The General Theory نبتت النظرية العامة من جوانية المعاناة التي اكتوى بها العالم بسبب إخفاق نظريات الاقتصاد الكلي Macroeconomic Theories الكلاسيكية Classical Theory والكلاسيكية الجديدة Neoclassical Theory بالتنبؤ أخفقت بالتنبؤ بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في كل قارات العالم ابتداء من العام 1929. وقد خاطبت النظرية العامة مجالات متعددة في الاقتصاد الكلي كالإنتاج الكلي aggregate production والاستهلاك الكلي aggregate consumption والاستثمار investment والإنفاق الحكومي government expenditure ومجال الانحسار الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي. يمكن وصفها بأنها مجموعة هذه النظرية طبعا يمكن وصفها بأنها مجموعة المبادئ والافتراضات التي شكلت ما بات يعرف بالاقتصاد الكينزي Keynesian economics، وهي من ابتداع الفيلسوف والرياضيات وعالم الاقتصاد البريطاني جون كينز جون ميرون كينز. تعتبر النظرية العامة من أهم النظريات الاقتصادية التي ظهرت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين. وقد وضع كينز نظريته في كتابه المعروف باسم النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقود General Theory of Employment, Interest and Money or the General Theory اختصار أو ما يعرف اختصارا بالنظرية العامة. وقد نظر السياسيون والاقتصاديون على حد سواء إلى النظرية العامة باعتباره ملاذا فكريا آمنا مضادا لسوء الأحوال الاقتصادية العالمية التي سادت في فترة الكساد العظيم أو ما يسمى بالThe Great Depression الذي ساد خلال الفترة 1929 ل 1936، حيث شهدت الاقتصادات في معظم دول العالم وبخاصة العالم الغربي معدلات بطالة عالية غير مسبوقة وإفلاس الكثير من الشركات والمؤسسات المصرفية وانخفاض في مستوى الأسعار، إذ كانت كلها عفوا مقدمة للحرب العالمية الثانية التي اندلعت بالفترة 1939-1945. وصف مؤرخو الفكر الاقتصادي الكساد العظيم بأنه كارثة من صناعة البشر أنفسهم، لأن الحكومات وقفت عاجزة عن تصحيح الحال، فالعمالة وتقنية الإنتاج والموارد الخام اللازمة للصناعة كانت متوافرة، لكن فوضى التنظيم وتدني إدراك صانع السياسة الاقتصادية economic policy لما جرى وخوف أرباب العمل من المجهول لم تسعف الاقتصادات من أوضاعها المتردية، ونتيجة لكل ذلك بانت سوءة الاقتصاد الرأسمالي غير المقنن وغير المنضبط بالقوانين اللازمة وغير المدعوم بسياسات عامة ناجعة أو ما يسمى efficient public policy. ظهر كينز وكأنه منقذ العالم من كارثة حقيقية، وذلك لأن معظم الاقتصاديين الذين عاصرهم كانوا من أتباع المدرسة الكلاسيكية Classical Theory أو الكلاسيكية الجديدة Neoclassical School، الذين تبنوا المبدأ التقليدي القائل بأن الاقتصاد سيصحح نفسه بنفسه، على الرغم من أن مثل هؤلاء الاقتصاديين لم يبينوا الإطار الزمني الذي يحتاج إليه الاقتصاد حتى يتعافى. وقد انتشرت أفكار كينز في مثل تلك الظروف الصعبة التي لم يستطع خلالها أي اقتصادي كلاسيكي أن يعطي حلاً عملياً للأوضاع الاقتصادية. والملفت للنظر أن معظم الأفكار التي طرحها كينز لم تكن جديدة، ولكن الإطار النظري الذي ابتدعه وألبسه لأفكاره كان جديداً ومنطقياً. دافع كينز عن سياسة الأشغال والمشاريع العامة، أي تبني سياسة مالية محفزة باعتبارها طريقا نحو تنشيط الاقتصاد وحل جزء من مشكلة البطالة، ورأى بأن تمويل المشاريع والأشغال العامة قد يتحقق بواسطة ما أصبح يعرف آنذاك طبعا بالنقود الورقية والمعدنية فايت ماني، ليس من ضمنها الذهب والفضة أو أي معدن نفيس. ورأى بأن موازنة غير متزنة أو ما يسمى unbalanced budget
ليست مشكلة على الإطلاق. ومن حسن الطالع بالنسبة لكينز أن أفكاره لاقت رواجا واسعا، وذلك بسبب نجاح المشاريع العامة في تنشيط الاقتصاد وتقليل حجم البطالة. افترق كينز عن سابقيه من الاقتصاديين في التعريفات definitions التي وظفها في تطوير أفكاره ونظريته العامة، وقد اختلف مع بعضهم، وعلى وجه الخصوص ألفريد مارشال وإيرفين فيشر وآرثر بيجو حول تعريف الدخل الوطني أو القومي National Income. بالنسبة لمارشال، يعرف الدخل الوطني بأنه فعل العمالة ورأس المال في دولة ما على الموارد الطبيعية فيها. ينتج عن هذا الفعل كمية كلية صافية من السلع المادية وغير المادية بما فيها كل أشكال الخدمات. يضاف إلى ذلك الدخل الصافي من الاستثمار الأجنبي، فتكون النتيجة النهائية صافي الدخل السنوي للدولة، أو ما أطلق عليه مارشال الربح الوطني National Dividend. أما الدخل أو الربح ما يسمى الربح الوطني حسب وصف إيرفين فيشر، فإنه الخدمات التي يتلقاها المستهلك النهائي سواء من بيئته الطبيعية أو الإنسانية، ما يعني بأن السلعة المصنوعة في سنة ما ليست جزءا من دخل السنة نفسها، بل هي إضافة على رأس المال لتلك السنة، لكن الخدمة التي أدتها السلعة تكون جزءا من دخل السنة التي استخدمت فيها السلعة. وبالنسبة لبيجو، يعتبر الدخل أو الربح الوطني بمثابة الدخل الموضوع الأوبجكتيف إنكم للمجتمع المحلي، مضافا إليه الدخل الذي يأتي من الخارج ويمكن قياسه بواسطة النقود. لم يقتنع كينز بأي من هذه التعريفات، أو على الأقل لم يقتنع بمعانيها المطلقة حسب ما تصورها أصحابها الأولون، وقد اختار تعريفا للدخل الوطني يقع بين الناتج الوطني القومي الإجمالي Gross National Product وصافي الناتج الوطني القومي Net National Product، إذ لم يطرح كينز قيمة الاهتلاك Depreciation الكلي لرأس المال من الناتج الوطني القومي الإجمالي، بل طرح جزءا قليلا منه أسماه كلفة المستعمل المستخدم User Cost، التي سنبينها إن شاء الله بعد قليل. قصد كينز بكلفة المستعمل كلفة استعمال المعدات الرأسمالية مقابل ترك هذه المعدات من غير استعمال، أي الفرق بين الاهتلاك في قيمة الآلات إذا استخدمت والاهتلاك في قيمتها إذا بقيت من غير استخدام، مضافا إليه كلفة صيانتها. وعلى سبيل المثال، لنفترض بأن قيمة آلة ما تبلغ مليون دينار أو دولار أو ريال أو جنيه، شو ما كان مهما كانت يعني وحدات النقود، استخدمت هذه الآلة في الإنتاج فانخفضت قيمتها أو قيمتها إلى 900,000 دينار، ما يعني بأن قيمة الاهتلاك بلغت 100,000 دينار. أما إذا لم تستخدم الآلة في الإنتاج فإن قيمتها لأسباب متعددة انخفضت إلى 980,000 دينار، واحتاجت إلى 5,000 دينار لصيانتها من الرطوبة والغبار على سبيل المثال، ما يعني بأن كلفة المستخدم بلغت كما يلي: 100,000 دينار الاهتلاك، يطرح منه 20 القيمة لأسباب متعددة، القيمة في يعني انخفاض قيمتها من 1,980,000 دينار، ف20,000 دينار يطرح منه 5,000 دينار صيانة وتساوي 75,000 دينار. هذه الآن قيمة الاهتلاك، هاي الانخفاض في القيمة، هاي كلفة الآن الصيانة، وبالتالي كلفة المستخدم هي 75,000 دينار وليس أكثر أو أقل عند كينز. اللهم عند جمع كلفة المستخدم لكل رأس المال المتوافر في الاقتصاد نحصل على كلفة المستخدم الكلية Aggregate User Cost. لاحظوا الآن هذا المصطلح، كلفة المستخدم الكلية Aggregate User Cost، وعند طرح هذه القيمة الأخيرة من الناتج القومي الإجمالي نحصل على الدخل الوطني في الاقتصاد برمته حسب رأي كينز. وقد أضاف كينز ما أسماه الكلفة الملحقة Supplementary Cost إلى كلفة المستخدم كي يصل إلى نتيجة نهائية حول الدخل الوطني، وهي صافي الدخل الوطني Net National Income. نكمل. أوضح كينز بأن الكلفة الملحقة غير متوقعة من قبل المنشأة، وبالتالي يكون كينز قد عرف الدخل في إطارين:
يأتي الأول على هيئة إجمالي gross income، أي الدخل الوطني مطروحا منه كلفة المستعمل أو الاستعمال طبعا، وعليه يعتمد مستوى التوظيف employment level. أما الثاني اللي هو مستوى الدخل الثاني فيأتي عليها على هيئة صافية net income، أي الدخل الوطني مطروحا منه كلفة المستعمل والكلفة الملحقة supplementary income، عفوا supplementary cost، وعليه يعتمد مستوى الاستهلاك consumption function، يعتمد على هذا الفرق. لنرمز إلى الدخل الوطني NI national income وكلفة المستعمل أو المستخدم user's cost والكلفة الملحقة supplementary cost، كل هذه NI UC SC. بناء على ذلك يكون الدخل الوطني الإجمالي gross national income كما يأتي. الآن gross national income يساوي net، هنا net income مطروح منه الآن user cost، هذا الدخل الوطني national income، عفوا national income مطروح منه كلفة المستخدم. أما صافي الدخل الوطني net national income فيكون كما يأتي، net national income يساوي gross national income مطروح منه supplementary cost اللي هو الملحقة، هاي الكلفة الملحقة، ويساوي national income مطروح منها user cost اللي هي كلفة المستخدم، مطروح منها supplementary cost اللي هي الكلفة الملحقة. نكمل الآن. عرف كينز العمالة ليبر بواسطة ساعات العمل التي يؤديها العامل العادي أو غير الماهر، وحيث أن الإنتاج يحتاج إلى عمالة فإن زيادة حجم التوظيف تعني زيادة في حجم الإنتاج الوطني، وقد عرف معدل الأجر wage rate بأنه وحدات النقد التي يتلقاها العامل مقابل ساعات العمل التي يؤديها. لكن كينز أخذ بعين الاعتبار الفرق بين الأجر النقدي أي الاسم nominal wage والأجر الحقيقي real wage، وهو التعريف الذي يأخذ بالحسبان له real wage، يأخذ بالحسبان تغير الأسعار صعودا وهبوطا. وقال عن العمالة بأن تقييم العامل الأكثر نجاعة more efficient labor يكون أعلى من العامل أقل نجاعة. استند كينز في النظرية العامة على مجموعة متماسكة من الافتراضات، هي المنافسة التامة perfect competition، والاقتصاد المغلق closed economy، والتحليل الساكن static analysis، والأمد القصير short run، وقانون تناقص الغلة أو law of diminishing return، وغياب الدور الحكومي absence of government in the economy، والتجميع aggregation. والآن سأبين كل واحد منها. أولا المنافسة، أي أن هناك عددا كبيرا من المنشآت المتنافسة في الاقتصاد، وإذا كانت هناك بعض المنشآت الاحتكارية فإن دورها وحصتها تبقى ثابتة. ثانيا اقتصاد مغلق، قصد به أن الاقتصاد لا يستقبل مستوردات ولا يصدر أي شيء. ثالثا تحليل ساكن، قصد به أن التحليل الاقتصادي الذي طبعا قام به لا يتطرق إلى أثر الأحداث الراهنة على المستقبل. رابعا يعني هنا عكس الدايناميك ما يسمى التحليل المتحرك أو الحرافي. رابعا الأمد القصير، ركز على المشكلة تحت الدراسة وهي الكساد العظيم الذي تأدت منه معظم دول العالم، وقصد تقديم الحلول السريعة، طبعا هنا الحلول السريعة أي مقترحات في الأمد القصير. خامسا قانون تناقص الغلة أو الغلة، وقصد به أن تقنية الإنتاج لا تتغير كثيرا في الأمد القصير، وأن إنتاجية المواد الاقتصادية العاملة تتناقص مع زيادة حجمها أو حجمها إذا ثبتت العوامل المؤثرة الأخرى. سادسا أو ثبتت إذا ثبت العوامل المؤثرة الأخرى. سادسا غياب دور الحكومة هو افتراض ساعده على فهم تدني قدرة النظام الرأسمالي على مداواة جرحه بنفسه. وأخيرا سابعا التجميع، أي أنه لم يتعامل إلا مع بيانات كلية مجمعة مثل بيانات الادخار الكلي وبيانات الاستهلاك والإنتاج الكليين، وكذلك بالنسبة للاستثمار. الآن النظرية العامة، هنا ربما يكون يعني أهم الأشياء التي سنتحدث عنها. يعتمد الإنتاج من وجهة نظر كينز الإنتاج والدخل والتوظيف، تعتمد هذه المتغيرات الإنتاج والدخل والتوظيف على الطلب الفعال ما يسمى effective demand. هنا الطلب الفعال يعتمد على متغيرين الاستثمار والاستهلاك، لكن الاستثمار يعتمد على معدل الفائدة
ونجاعه او كفاءه الكفاءه الحديه لراس المال مارجن افشنسي اوف كابيتال، وهنا انترست ريت، هنا انفستمنت، هنا كونسومشن، هنا افكتيف ديماند، هنا الانتاج برودكشن انكم اند امبلويمنت ديبند اون او ابون الافكتيف ديماند. الان هنا يعني شرحنا الاستثمار يعتمد على هذين العاملين، هنا الاستهلاك يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك والدخل المتاح. الان معدل الفائده يعتمد على افضليه السيوله، ما يسمى liquidity preference كما نسميها بالنظريه النقديه الكينزيه، وكميه النقود quantity of money. لكن هذا الان افضليه النقود تعتمد الان على ثلاث دوافع، دافع اتمام الصفقات اللي هي transaction motive، هنا precautionary motive دافع مواجهه الطوارئ، واخيرا investment motive او speculation motive اللي هي دافع المضاربات. اما النجاعه او الكفاءه الحديه لراس المال فهي مقصود فيها تعتمد على كلفه استبدال راس المال او سعر عرض راس المال، هنا substitution what's the cost of substituting the capital او the supply price of capital، وتعتمد كذلك على العائد المتوقع. فبنلاحظ الان كيف هذه النظرية الميكانيكية، هنا هذا يعتمد على هذا وهذا يعتمد على هذين العاملين وهذا العامل يعتمد على هذين العاملين وهذا يعتمد على هذين الشيئين، والاستهلاك يعتمد على هذين الشيئين وهذا يعتمد على هذه الأشياء. فسبحان الله ما يسمى بنظرية أو ميكانيكا نيوتن. نكمل النظرية العامة وميكانيكا نيوتن. وظف كينز ميكانيكا نيوتن أو نيوتن ميكانيكس في شرح نظريته العامة، وهي الآلية التي بواسطتها تقرر قوة ما أو مصير واتجاه قوة أخرى. إذن هنا في قوة ما هي التي تقرر هذه القوة متغير مصير واتجاه قوة أخرى. بدأ بمقدمته الأساسية التي تقول بأن الطلب الفعال effective demand هو الذي يقرر مستوى التوظيف employment. يعتمد الطلب الفعال بدوره على متغيرين كليين هما الاستهلاك consumption والاستثمار. يعتمد الاستثمار في إطار النظرية العامة على متغيرين هما معدل الفائدة interest rate والنجاعة الحدية للاستثمار margin efficiency investment. أما الاستهلاك فهو يعتمد على عوامل متعددة تأتي في مقدمتها معلمة parameter ومتغير سأشرحها بعد قليل. أما الاستهلاك أعيدها، فيعتمد على عوامل متعددة تأتي في مقدمة معلمة parameter ومتغير. أما المعلمة فهي الميل الحدي للاستهلاك marginal propensity to consume MPC. أما المتغير فهو الدخل المتاح disposable income. وربما تكون دالة الاستهلاك consumption function من أهم إبداعات كينز في مجال النظرية الكلية، وعادة ما يتصورها الاقتصاديون على أشكال عديدة يمثل الشكل التالي أبسط صورة لها. هذه هي الآن أبسط صورة، حيث تعتمد الآن كمية الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على disposable income. هذا الآن A الاستهلاك المستقل عن الدخل أو ما يسمى autonomous consumption أو consumption autonomous consumption expenditure مستقل عن مستوى الدخل. هنا الديسبوزبل انكم الدخل المتاح، هاي الميل الحدي للاستهلاك the marginal propensity to consume MPC، وهذا الدخل المتاح. يعرف الادخار saving as في اطار النظرية العامة بانه فائض الدخل بعد دفع نفقات الاستهلاك واي التزامات اخرى، اي ان saving يساوي الان S equals Y minus C. هنا الان الادخار هذا الدخل وهذا الإنفاق الاستهلاك أو الاستهلاك. يمكن وضع الإدخار على شكل دالة كما يأتي، هذه اللي هي دالة الإدخار S saving تساوي minus A، لأنه عند مستويات يعني عندما يكون مستوى الدخل صفر على الأقل نظريا، يكون الناس أو المستهلكين يتدينوا أو يستدينوا أو يقترضوا أو يسحبوا من موارد مستقبلية، فبتكون بمقدار الأوتونوموس كونسومشن أو ما يسمى هذا سالب الانفاق الاستهلاك المستقل عن الدخل. وهنا الـ MPS الميل الحدي للادخار Marginal Propensity to Save مضروب بالدخل. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع المقبل إن شاء الله تعالى سيكون حول إطار هوزمان رودريك في تشخيص النمو، هوزمان رودريك Growth Diagnostic Framework، وهو طبعا من الاقتصاديات التنمية.
لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسينه وتعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.